أحلى متابعين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. تابعوني على قناتي وما تنسونيش من اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله. أحلى متابعين، نهار جديد وفيديو جديد. بغيت نشارك معكم هاد بيني طاخت ولا تورتة صغار، كيجيو رائعين. يا سلام، يعني بواحد الطريقة سهلة وبسيطة كما كتشوفوا هنا. كتعدلوا الكريمه والتزيين كيبقى اختياري، باش ما بغيتوا تزينوهم. انا زينتهم هنا بالفواكه الحمراء، فرومبويسه والفريس والبنان، وزيت اللوز ايفيلي من الفوق. يعني اللي عندكم كتزينوا به، بغيتوا تخليوا غير كريمه واللوز ايفيلي ولا الفواكه الجافه، يعني الاشكال كتختلف في التزيين، كيبقى تزيين اختياري. المهم هو التورتات يخرجوا معكم رائعين وهشاشين. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله بإذن الله. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك، وتحياتي لكل كيشاهد القناة ديالي وكيخلي اللايك والاشتراك وتعليق محفز، مردودة للجميع إن شاء الله. وفقكم الله جميعا، واتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن حال وفي صحة جيدة إن شاء الله بإذن الله. خليكم مع المقادير. مقادير تورتة صغار، يعني بواحد الطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كناخدو واحد البول ولا قصرية ولا اللي بغيتو، درت فيها 125 غرام من الزبدة، يعني بحرارة المطبخ الزبدة الحيوانية. هنايا يعني عندي واحد جوج ملاعق ديال النشا باش كطيهم واحد الهشاشة وواحد المذاق رائع. ثلاثة ملاعق ديال السكر سنيدة، ثلاثة معالق ديال زيت نباتي، عندي واحد البيضة، واحد ساشي لاباني، قبيصة ديال الملح. بالنسبة للدقيق غنعبر معكم بكأس العنبة حتى نخلط المقادير، وغنقول لكم يعني بالضبط بكأس العنبة شحال يعني يستوعب لي الخليط من الدقيق. وليمول هما هادو كلشي كيعرفهم، ليمول صغارين. بغيتو كاين اللي كيعمل الليمول كبير، انا بغيت نجربو معكم يعني تورتة صغار مزينين بالكريمة والفواكه، كيجيو رائعين في كل مناسبات وفي كل وجبة، يعني حلوين كيجيو مذاق رائع كيبغيوهم الوليدات. نخليكم مع طريقة التحضير. هنا الزبدة عندي بحرارة المطبخ كما كتلاحظوا معايا، يعني لينة. عندي فلا السكر حبيبات، عندي في الساشي ديال لافاني وقبيسه ديال الملح، وغنخلط العناصر جيدا. انا بالنسبه للافاني اللي بغى باي نكهه كيبدل المذاق، يعني لكم الاختيار. نديرو قبيسه ديال الملح، بالاحسن نخلطو باليد معكم مزيان العناصر. والزيت كذلك هو كيعطي واحد الهشاشه لديك لي طارت ديالنا، ضروري كنضيف واحد ثلاثة الملاعق ديال الزيت. من بعد ضفنا البيضة وغنجنسو العناصر كذلك، وعاد غنضيفو النشا والزيت. واللي بغى يضاعف المقادير يعني يدير كمية أكثر كيضاعف المقادير، نفس الطريقة كيعمل مقادير مدوبلة، كيجيو رائعين وهشاش. وكاين اللي كيعدل نسبة كبيرة وتحتفظ بيهم في الفريق وفوقاش ما احتاجتي كتجبدهم وتعمرهم، كيجيو صراحة كيجيو روعة. كاين اللي فعوت النشا كيضيف شوية ديال الخميرة ديال الحلوى، غير شوية، هي النشا ما كتيهم واحد الهشاشة سبحان الله العظيم. يعني الخميرة إلا كثرتو يقدر يتنفخو معاكم وكيتهرسو، من الأحسن ضيفو مايزينا يعني دقيق الذرة. الآن غنضيف الكأس الأول من الدقيق ولا فارينة كما يقولوا الأخوات الجزائريات، فارينة. الان غنضيف الكاس الثاني، دائما كاس العنبه والملعقه كتكون مقادير يعني في كل بيت، كاين اللي ما عندوش الميزان. طريقه كتجي سهله وبسيطه. الخليط استوعب لي 3 د الكؤوس ونصف من الدقيق، يعني مفارينه كما كتشوفوا، يعني العجين خصو يكون لين ماشي قاصح ماشي خفيف. علوي في بلاستيك غذائي وغنديرو في الثلاجه مده 30 دقيقه، يعني باش تماسك معنا هاد الزبده وتشد راسها مع الحراره، ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. العجين ديالي هو هذا من بعد ما ارتاح،
ليمون هما هادو عملتهم في واحد اللاطه، دهنتهم بشويه الزيت، يعني الدهن اختياري حيت اصلا هما فيهم الزبده والزيت، يعني على تفادي باش ما يلصقوش، حيت هادو اول مره غنجربهم. والعجين قطعوا منه اللي عاد تعدلوا في الليمون، واخر غطيوه باش ما ينشفش معاكم هكذا على هذا الشكل. من بعد كنعمروا الليمون ديالنا، كنضغطوا على الجوانب جيدا، والجوانب اما كتحيدوهم بالسكين ولا كتضغطوا على الحاشيه وهي كتزول معكم بسهوله. كنستمروا على نفس الطريقه، وكنجيبوا واحد كوردون ولا فورشيت ونعملوا ثقاب هكا في الوسط باش ما يتنفخوش معنا، حتى كنساليو الليمون ديالنا كاملين. ندخلوهم الفران يطيبوا، الفرن عندي ساخن من قبل، وخليكم مع الطريقه ديال الكريمه ان شاء الله. هكذا على هذا الشكل كنستمروا حتى كنساليو العجين ديالنا كامل، وندخلوه الفرن حتى كيتحمروا لنا من التحت، ونشعلوه يتحمروا شويه من الفوق. الكريمه ديالنا هي هذه كما كتشوفوا معايا، عملت هنا نص لتر من الحليب، واحد ساشي ديال لاباني، 3 معالق السكر يعني على حسب الذوق اي واحد، وضفت لها واحد فلان بغيت نبدل اللون تجي صفراء، ولا كديروا صفار البيض يعني لكم الاختيار. منين نزلتها ضفت لها شويه د الزبده وواحد ياغورت كريموسو باش كتجي رائعه. من بعد كتغطيوها بسلوفان يعني على الوجه ديالها، وكتعملوها تبرد في الثلاجة حتى كتبرد مزيان، عاد كتخرجوها وتبداو تعمروا الليمون ديالكم على هذا الشكل. وسبق لي شاركتها معكم في فيديو اخر، ودائما ما تنسونيش من لايك والاشتراك. والكريمه دائما وجدوها هي الاولى من قبل باش تبرد معكم يعني مزيان، وفي التالي اما كتعملوا هذا الجيب ديال البلاستيكي كتعمروا به الليمون، ولا عيب المغارف كتستمروا حتى كتساليوا الليطار ديالكم. بعد ما سلينا كان هذا هو الشكل النهائي ديال ميني طارت ديالنا ولا التورتات صغار، كتزينوهم باللي بغيتو نتوما، يعني التزيين كيبقى اختياري بالفواكه يعني اللي متوفر عندكم في البيت، كيجيو رائعين جدا. ما تنساونيش من لايك والاشتراك، نتمنى الطريقه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله باذن الله. غنزيدهم شويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق، وبالصحه والراحه.